باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شرف كبير وكرامه لا استحقها اني اشارك في تقديم هذا العمل الفني الرائع الخاص بقديس عظيم في كنيستنا، هو قديس ساويرس الانطاكي بطريرك انطاكيا في القرن السادس الميلادي. القديس ساويرس الانطاكي له مكانه كبيره جدا في قلب الكنيسة المسيحية في العالم كله، وخاصة في قلب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأنه ساهم في شرح الإيمان والمحافظة عليه والدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي ضد الهراطقة، وناله متاعب كثيرة جدا وضيقات وشدائد بسبب محافظته على الإيمان، لدرجة ان هو نفي من بلاده اللي هي في سوريا ولبنان، ونفي الى ارض مصر، جه مصر متخفي وعاش في بلاد مصر في كرامة تليق به، لكن كان بعيد طبعا عن كنيسته وعن خدمته ورعايته. عاش عند أرخن قبطي في مدينة سخا في وجه بحري في مصر، وتنيح عنده ودفن في دير من أديرتنا للأسف اللي مش ملكنا دلوقتي، اسمه دير الزجاج غربي اسكندرية. للأسف الدير ده يعني اتهدم واتخرب ولم تستطع الكنيسة أن تسترده حتى الآن. نتمنى طبعا في يوم من الأيام دير الزجاج يرجع لسابق مجده، خاصة عشان بيحوي هذه السيرة العطرة ان القديس ساويرس انطاكي دفن فيه. بسبب ان القديس ساويرس هو مدافع عن الايمان زي القديس اثناسيوس الرسولي والقديس البابا ديوسكوروس والقديس البابا كيرلس الكبير عمود الدين، صار ليه مكانة كبيرة في الكنيسة، درجة انه بيذكر اسمه في مجمع القداس بعد ماري مرقس على طول، بيبين قديه الكنيسة مقدرة جهاده في المحافظة على الإيمان، ومقدرة مساندته للكنيسة القبطية في جهادها ضد الهراطقة اللي كانوا في مجمع خلقدونيا. احنا فرحانين بأن قلوب ناس محبة للقديس ساويرس الأنطاكي الله يحركها أن هي تنتج هذا العمل الفني علشان شعبنا القبطي يتعرف على هذا القديس العظيم، وبيبين قد ايه ان كنيستنا زمان ودلوقتي ما هياش منغلقة على نفسها، لكن هي بتحتفل بالقديسين في اي مكان في العالم ومن اي انتماء لاي كنيسة، بس بشرط ان يكونوا في ايمان مستقيم. احنا زي ما بنحتفل بابائنا الاقباط بنحب برضو اباء من السوريان زي القديس ساويرس، وبنحب اباء من اماكن اخرى زي ذهبي الفم وهو كان رئيس أساقفة القسطنطينية، بنحب القديس أغسطينوس ده كان أسقف في شمال أفريقيا، بنحب كتير من القديسين اللي كانوا في أماكن أخرى غير مصر، يبين قد إيه إحنا مش متعصبين ولا منغلقين، لكن يهمنا لما بنحتفل أو بنحتفي أو بنحب قديس يكون إيمانه مستقيم. قصة طويلة، تاريخ عظيم يحمله هذا القديس. أنا أحب أن أنا أترك المشاهد أنه يرى بنفسه الجمال والنعمة والقوة اللي ربنا أعطاها لهذا القديس من خلال تسلسل الأحداث في هذا الفيلم. ربنا يبارك في المشاهدين ويبارك في كل من تعب في إخراج هذا الفيلم في جميع يعني النواحي، الإخراج والتمثيل والإنفاق والصرف على الإنتاج والتوزيع، علشان كلمة الله تصل إلى كل الناس من خلال معرفتهم لأخبار وأحوال القديسين، منهم اللي معروف ومنهم اللي من خلال هذه الأعمال الفنية نستطيع أن نتعرف عليه. الله يبارك في هذا المجهود لمجد اسمه القدوس، بنيان الكنيسة وخلاص كل نفس، ببركة العذراء، بركة القديس ساويرس الانطاكي، وبركة كل القديسين، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.
عادة لما بنحب نعمل سير قديسين بندور عليهم في السنكسار، بندور عليهم في قصصهم، قديسين نعرفهم وقديسين ما نعرفهمش. لكن القديس ده كان حكايته معايا مختلفة ومختلفة تماما. أنا شفته في حلم، وابتدت معايا الحكاية من حلم فعلا. شفت أني بزور دير قديم قوي، وكان راهب بسيط ومتواضع وفي زي الرهباني الجميل جاي عليا، فقربت منه سلمت عليه وبست إيده وصليبه، فابتسم لي ابتسامة حلوة قوي. وأنا حسيت أني بعد ما سلمت عليه خلاص المفروض أني همشي. فقبل ما أمشي سألته: أنت مين يا بونا؟ فما ردش عليا، فكررت السؤال تاني، فابتسم وقال لي: دوري عليا وانت تعرفيني. الموضوع بالنسبة لي كان شغلي الشاغل. قعدت فترة أصلي: يا رب اكشف لي مين ده، يا رب مين القديس اللي بيقول لي أدور عليه. أنا الحقيقة كنت أسمع الاسم بس، لكن ما كنتش أعرف حكايته، لحد ما في يوم ربنا رتب وكشف لي عن إرادته، وكنت في زيارة لدير الشهيد العظيم مريمينا. وبعدين كنت في الكنيسة واقفة بصلي قداس، وخلصت القداس وبلتفت ورايا لقيت أيقونة لنفس الشخص اللي شفته في الحلم. حسيت إنه بيقولي أنا هو، فانبسطت جدا وثبت عيني عليها وابتديت أفتكر الحلم كله. لما افتكرت الحلم نفس الملامح ونفس الشخصية نفس كل حاجة، حسيت إنه بيقولي أنا هو، اسألي بقى وانت تعرفي أنا مين. كنت فرحانة جدا لما تأكدت، لأن الحلم استرجعته كم مرة وتأكدت إنه هو ده. وكان واقف جنبي أخويا وقتها، فسألته: صورة مين القديس ده؟ فقال لي: ده القديس العظيم الأنبا ساويرس الأنطاكي. وقصة القديس العظيم ده هتعرفوها في الفيلم. سلام يا ساويروس. سلام يا أمي. شوف بقى، أنا جبت إخواتك عشان عايزة أتكلم معاك وانتوا التلاتة. اتفضلي يا أمي، اتفضلي. أولاً أنا عارفة أنك نفسك تروح اسكندرية تكمل دراستك. لا يا أمي، أنا خلاص قررت أكمل دراستي هنا في سيزو بوليس. اسمع يا ساويروس، أنا عارفة أنك بتقول كده عشان مش عاوز تسيبني لوحدي بعد أبوك ما مات، لكن اللي لازم تعرفوه أنتوا التلاتة أني مش هكون سعيدة أنكوا تقعدوا جنبي وقصاد كده أحلامكوا تضيع. ساويروس، أنت لازم تدرس في اسكندرية قواعد اللغة والبيان، وإخواتك كمان لازم يكملوا دراستهم معاك. لا يا أمي، أنا مش هروح أي مكان. ساويروس يروح يدرس، لكن أنا هفضل معاكي هنا. وأنا كمان يا أمي، أنا مش ممكن أسيبك أبدا. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا اللي هتسافروا وانا اللي هفضل هنا. كفايه يا ساويروس، كلكم هتسافروا تكملوا دراستكم، دي كانت وصيه ابوكم الاخيره، وانا مش ممكن اكسر وصيه ابوكم. ده غير انكم لازم تعرفوا انتوا الثلاثه انكم لازم تفضلوا احسن ولاد في سيزو بوليس، ولازم ترفعوا راس ابوكم وراسي انا كمان. اتفقنا؟ اتفقنا. Thank you.
بعد دراستنا المستفيضة لرسائل القديس باسيليوس للفيلسوف ليبانيوس هنلاحظ حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ ان الاتنين استخدموا علم البيان بشكل واضح جدا، انما طبعا كان في فرق جوهري بين الاتنين. ايه هو؟ القديس باسيليوس كان اسلوبه بيعتمد في الاقناع على قوة ايمانه، وبالتالي كان حججه وبراهينه اقوى واعظم. انما بقى الفيلسوف ليبانيوس كان بيعتمد على الاسلوب، العبارات البراقة والجمل الاستهلالية الانشائية اللي هي استعمالها ضئيل جدا، بالتالي اللي كان بيسمعه كان بينشغل بمتابعة الألفاظ البراقة عن متابعة المعاني المستهدفة، وأحيانا كان بيعجز عن التواصل معه. يعني ممكن نقول أسلوب سوفسطائي. فهمتوا؟ معلمي ميناس، عندي سؤال. اتفضل يا ساويروس. حضرتك قلت لنا قبل كده اننا هندرس الرسائل اللي بين الفلاسفة عشان نتعلم منهم اساليب علم البيان والحج. تمام يا ساويروس. لكن جنابك النهاردة ختمت الحديث بتصنيف انا شخصيا فهمت منه تفضيلك لفيلسوف عن التاني. قصدك ايه؟ قصدي ان الرسائل دي كانت بين اتنين من الفلاسفة، الفيلسوف باسيليوس والفيلسوف ليبانيوس، مش بين فيلسوف وقديس. افهم من كلامك انك فهمت من تحليلي للرسائل ان انا واخد جنب مع القديس باسيليوس. بالظبط كده، واللي اكد لي اكتر ان جنابك ميزته بلقب قديس. بس اللي لازم تعرفه ان قداسة العظيم باسيليوس مش محتاجة لمزايدة مني، ده واقع. يسمح لي معلمي بالرد؟ اتفضل. قداسة الفيلسوف باسيليوس من وجهة نظري مكانها مش هنا، إلا لو كنا بنتكلم عن الزهد أو العبادة، لكن إحنا هنا بصدد الكلام والحكم على فيلسوف مقنع أو غير مقنع. ونفس الشيء ينطبق برضو على كلام جنابك عن إن الفيلسوف باسيليوس بيستمد قوته من إيمانه، وأنا بعلمي الضئيل شايف إن الإيمان بيلغي العقل. بيتهيألك يا ساويروس، الإيمان أساسه العقل، وكل ما العقل فكر ودور وبحث واقتنع في النهاية كل ما عليت درجات الإيمان، وبالتالي أصبحت الحجج والبراهين أعظم عنده. ارجع لتأملات العظام القديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس باسيليوس، هتلاقي أن عبقريتهم نبعت من فهمهم لعقيدة اعتمادها الأساسي والأول على العقل، اللي هي العقيدة المسيحية. نبوغهم بقى وتجربتهم فيها هي دعائم اللي قوت إيمانهم، وده خلى كل الأجيال لحد النهاردة احتارت عقولها من إيمانهم العظيم ده. بس لو افترضنا يا معلمي أن الإيمان كان بسبب إعمال العقل، فمع مرور الوقت هيتحول الإيمان لتسليم كامل وتغييب تام للعقل. بالعكس يا ساويروس، بالعكس. الإيمان علشان يدوم لازم معاه يفضل العقل في أفضل حالاته. لو في لحظة العقل توقف الإيمان هيبقاش ومالوش جذور، لأن العقل هو اللي بيغذي الإيمان وهو دايما سبب قوته. بيتهيألي كده يبقى خلصنا درس النهاردة. شكرا، اتفضل. علمني ميناس، يسمح لي برجاء؟ اتفضل يا زكريا. أرجو إن معلمي ما يكونش زعل من كلامه أسئلة ساويروس. بالعكس، ساويروس طالب مجتهد، وحسيت أنا من أسئلته ومناقشاته معايا إنه شخص باحث دايماً عن الحقيقة. يعني معلمي شايف إنه ساويروس هيلاقي الحقيقة؟ أكيد، مش كده وبس. أنا واثق إن ساويروس هيجي عليه يوم ويتألق ما بين الفلاسفة والأساقفة بحججه وبراهينه، وكمان هيؤتمن على الكنيسة. يؤتمن على الكنيسة؟ بس سامحني يا معلمي، ده ساويروس حتى لغاية دلوقتي لسه ما تعمدش.
عارف، وعارف كمان انك بتحبه وخايف عليه، بس انا من رايي انكم ما تلحوش عليه اكتر من كده. سيبوه هو بنفسه يفكر ويبحث ويدور ويقتنع، وانا واثق انه هيجي عليه يوم يسقي الناس ميه المعرفه زي ما سبق وسألهم القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم بطريرك القسطنطينية. أمي العزيزة، سلمنا إليك محمل بالأشواق لرؤياك، نتمنى أن تكوني في أفضل حال. نطمئنك يا أمي علينا، فنحن على ما يرام في الدراسة والتحصيل، وننعم في الإسكندرية بالصحة والعافية. وأود أن أفرحك يا أمي، إن ساويروس ابنك قد انتهى منذ أيام فقط من دراسة علم البيان وقواعد اللغة، وخلال أيام سوف أتحرك لمدينة فينيقيا الساحرة لكي أدرس هناك القانون، ولكي أصبح محامياً كما تتمنين. بالسرعة دي يا ساويروس. معلش يا زكريا، لازم أسيب اسكندرية وأروح فينيقيا بسرعة، دراسة القانون هناك هتبتدي خلال أسابيع، أنت عارف المشوار لوحده بياخد وقت قد إيه. كان نفسي أكون معاك، أنت مش متخيل أنا ارتبطت بيك قد إيه. ما هو أنت اللي مصمم تفضل هنا في اسكندرية. ما هو غصب عني يا ساويروس، أنا يا سيدي مش زيك، أنت قدرت تتعمق في دراسة علم البيان والحجة في وقت قياسي، أنا لسه شوية عليا، لكن أنا متأكد إن ربنا هيقويني وهقدر أحقق هدفي. وإيه هو هدفك؟ هدفي بنعمة رب المجد إني أقف قدام الوثنيين والهراطقة بالحجة والبرهان. من الواضح إن الموضوع ده شغلك قوي. شغلني لوحدي؟ قصدك إيه زكريا؟ قصدي إنه مين عارف، مش جايز يجي يوم وأنت تبقى سابقني في ده؟ لا متهيألك، أنا الحاجة الوحيدة اللي شغلاني دلوقتي إني أروح فينيقيا عشان أدرس القانون والمحاماة. النهاردة قبل ما نبتدي الدرس أحب أعرفكم على طالب علم جديد هيدرس القانون معاكم، زكريا. نورت فينيقيا يا زكريا. شكرا. اتفضل يا زكريا. تعال. ده بقى أفاجيريوس زميلي في الدراسة وصديقي المقرب. ساويروس يا ما حكى لي عنك كتير. يا ترى حكى ايه؟ النهارده موضوع درسنا هيكون عن قانون الملكية، وقانون الملكية خاص بشؤون الملكية ساويرس. ازاي مالك يا ساويرس، في حاجه؟ لا مفيش حاجه زكريا، ما تقلقش. كل الحكايه ان انا سالت عليك في البيت، قالوا لي النهارده الحد واكيد هلاقيك في الكنيسه، فجيت لك لاني محتاجه اتكلم معاك شويه. طب هتصدقني لو قلت لك ان انا كمان كنت عايز اتكلم معاك بجد؟ طب اتفضل. لا اسمع منك الاول وبعدين اقول لك اللي عندي.
تعال. هتفضل ساكت وسرحان كده كتير يا ساويرس؟ مش انت قلت انك عايز تقولي حاجة؟ لغاية دلوقتي ما قلتش ولا كلمة. أبداً يا زكريا، كنت عايز أقولك بس أني حاسس أن جوايا إحساس غريب بيطاردني من ساعة ما أنت جيت هنا. إحساس إيه يا ساويرس؟ قول. أنا حاسس أن الله بعتك هنا في نقيا مخصوص علشان علشانك؟ علشان خلاص نفسي. الحقيقة أنه أفاجيريوس قعد معايا من فترة فجر جوايا أسئلة كتيرة. زكريا، أنا حاسس إن أنا تايه، مش موزون. من فضلك يا زكريا، قولي إزاي ممكن أخلص. هقولك على كل حاجة يا سامي. علشان يأكد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح عظمة ألوهيته، قام من الموت في اليوم الثالث وكسر قوة إبليس والخطية، كسر شوكة الموت وأقمنا معاه. وزي ما الجسر ده اللي احنا واقفين عليه شق طريقه وسط المية، شق رب المجد من اليوم ده طريق جديد لينا، شقه بقيامته وسط العتمة، طريق نهايته السماء والحياة الأبدية، طريق الخلاص. طريق الخلاص؟ ده نفس الكلام اللي قالولي زكريا. إزاي الواحد يقدر يمشي في الطريق ده يا أفاجيريوس؟ لما يتولد من جديد. يتولد من جديد؟ الكتاب المقدس قال لنا يا ساويروس، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. هي دي الولادة الجديدة. انت اذا كنت اتولدت ولاده جسديه من امك، ففي المعبوديه انت بتتولد من الماء والروح، بتتولد ولاده روحيه من الكنيسه. وليه من المي؟ السيد المسيح ليه المجد وهو ادم الجديد، خضع لمعموديه الميه لما تعمد في نهر الاردن على يد يوحنا المعمدان. الميه ماديه ومرئيه، هي اللي بتطهر الجسد المادي المرئي. طب وليه من الروح؟ لأن السيد المسيح بعد ما تعمد نزل عليها الروح القدس في الحال على هيئة حمامة. الروح القدس الغير مادي والغير مرئي بيطهر الروح الإنسانية الغير مادية والغير مرئية. وده معناه أن رب المجد يسوع المسيح بيعلمنا معموديته هو شخصيا مثال ورمز واضح لمعموديتنا إحنا في العهد الجديد. طب ليه رب المجد اختار أن هو يتعمد مع أنه مش محتاج المعمودية؟ وكان ممكن يعلمنا نفس الدرس لو عمد هو بنفسه. صحيح أن الرب يسوع المسيح مش محتاج للمعمودية، لكن لأنه أخذ طبيعتنا الإنسانية ولأنه يريد أن يكمل كل بر اتعمد لأجلنا. المحاماة مهنة أصحاب العقول الناضجة، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة، تجعل المرء نبيلا عن غير طريق الولادة، غنيا بالأمال، رفيعا دون حاجة إلى لقب، سيدا بغير ثروة. أنت تتخلف، أنت تتردد، أنت تتأخر،
منذ صباك وأنت تتعلم التعاليم المسيحية ولم تلتصق بعد بالحق، تتعلم كثيرا ولم تبلغ بعد إلى المعرفة. متى تصير مسيحيا؟ متى تعترف بأنك منا؟ فإننا ندعوك للحياة أيها الإنسان، فلماذا تهرب من الدعوة؟ ندعوك إلى شركة الحياة، فلماذا تفلت منك هذه الفرصة؟ زي بالظبط البيضة اللي جواها كتكوت. الكتكوت حي، لكن البيضة قشرتها مش حية. البيضة هي الطبيعة القديمة الخاطية جوا الإنسان قبل ما تتغير بالمعمودية، والكتكوت هو الطبيعة الحية الجديدة بالمسيح. زي ما الكتكوت علشان يخرج لازم يحطم قشر البيضة، حياتنا الجديدة مع المسيح بتبتدي لما بيموت القديم اللي فينا علشان يحيا الجديد. لازم تبتدي بالمعمودية. أورشليم، سامعين أخوكوا بيقول إيه؟ إحنا ما صدقنا رجعنا أنطاكيا. لزوما إيه الغربة تاني يا ساويروس؟ مين بس اللي قال إن أنا في أورشليم هحس بغربة؟ أنا ما بقتش فاهمك يا ساويروس. أنت من ساعة ما رجعت من فينيقيا وأنا حاسس إن أنت بقيت واحد تاني. فعلاً كلام أخوك صح. ده حتى شغلك في المحاماة اللي سهرت الليالي بعيد عني عشان تتعلمه ما بقيتش مهتم بيه. راح فين حلمك يا ساويروس انك تبقى اعظم محامي في أنطاكيا؟ ايه اللي غيرك كده يا ساويروس؟ انا ما اتغيرتش يا امي، بالعكس انا بعمل اللي انت كنت طول عمرك بتقوليهولي وبتعلميهولي وبتربيني عليه. مش انت كنت دايما تقوليلي امشي ورا احساسك يا ساويروس، ريح عقلك شويه؟ انت اللي ربيتيني على كده. واحساسك قالك انك تبعد عن امك وتبعد عن اخواتك وتروح لمصير احنا ما نعرفش عنه حاجه؟ احساسي ومصيري بقوا في ايدين اللي بيختار كل الصالح لينا. السلام لك يا ساويروس. انت مين؟ انا شهيد المسيح لوانديوس. المجد لاسم المسيح. السلام لشهداء القديسين. ايه اللي انت بتقرا فيه ده؟ دي كتب فلسفه. من دلوقتي لازم تسيب الكتب اللي فيها فلسفه العالم وتتعمق في دراسة فلسفة الآباء القديسين. جهز نفسك للعمل الجاد في كنيسة الله وابتدي الطريق بالرهبنة، وما تترددش لأن رب المجد اختارك علشان تشيل ترس الإيمان اللي بيه هتقدر تهزم كل سهام الشرير الملتهبة بالهرطقات والبدع. أنا مستنيك في ديري في أورشليم. ما تتأخرش يا ساويروس، مستنيك. Thank you.
ساويروس. تبعد عن أمك. لازم تبتدي بالمعمورية. أدرس القانون والمحاماة. المحاماة مهنة أصحاب العقول. عظيم حنيف أنت. راح في بحلمك ساويروس. تبعد عن أمك. لازم تبتدي. أحاول أجمع أفكاري من كل جهة ومش لاقي شيء صالح أذكره قدامك إلا أنني لا أعرف آخر سواك. يا رب يا رب قصدك لكن يا رب حاسس يا أبانا إني عامل زي الطير اللي عايز يطير ومش عارف، وكل ما يحاول يطير ويبعد يلاقي سور يوقفه. والبرية هي البراح اللي عايزه الطير، مش كده؟ مدام دي رغبتك يا أبونا ساويروس، أنا مش هقف في طريقك، بس خد بالك البراح اللي عايزه الطير الريح والعواصف فيه بتكون شديدة، عشان كده لازم الطير يدرب جناحاته دايما عشان تبقى قوية وتقدر تتحمل وتقدر تقاوم. رب المجد يقويني يا أبي ببركة صلواتك. رب المجد يقويك ويعضدك ويساعدك. من بكرة الصبح يا أبونا ساويروس تاخد طريقك على البرية، وهيكون معاك أخوك الراهب أثناسيوس اللي طلب نفس طلبك. ربنا ينور طريقكم ويرشدكم لصلاح أنفسكم. بقدر ما يفسد إنساننا الخارجي بقدر ما يتجدد الإنسان الداخلي، وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. حينما أكون ضعيفا فحينئذ أكون قويا. سلام يا أبونا ساويروس.
سلام يا أبي. سلام ونعم يا أبونا أثناسيوس. تعال اتفضل. أبونا ساويروس مالك؟ سلامتك يا أبونا. مفيش حاجة يا أبونا، أنا كويس نشكر ربنا. مفيش حاجة ازاي يا أبونا؟ ده أنت إيدك حامية نار وجسمك زي اللي ما بيدقش الزاد. ليه كده يا أبونا؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ القديس يوحنا ذهبي الفم ألف تعليمه طعام الراهب أن يفعل مشيئة الله. شطرتنا يا أبونا ساويروس إننا نروض أجسادنا على قد احتياجاتها بس، لكن لو منعنا عنها الأكل والشرب نهائيا مش هتقدر تحملنا، وجهادنا اللي بنسعى إليه هيقل ومع مرور الوقت يمكن ينتهي خالص. أنا أقل بكتير من إن أفيدك بكلامي. صدقني يا أبونا أنت ما تعرفش قد إيه أنا بستنى اليوم اللي نتقابل فيه كل أسبوع عشان أتعذب كلامك وأتعلم منك، فأرجوك تسامحني لو كنت ضايقتك. ما تقولش كده يا أبونا أثناسيوس، أنا ما اتضايقتش، بالعكس المحبة اللي في كلام قدسك فوقتني. طب تسمح لي يا أبونا برجاء محبة؟ اتفضل يا أبونا. أنا عرفت وأنا ببيع الخوص في المدينة إن في دير قريب من هنا اسمه دير الأنبر ومانوس. إيه رأيك يا أبونا أول ما توصل بطولك نروح هناك نقعد لحد ما تسترد عافيتك؟ أنا حاسس إن أنا عرفت المعلومة دي مخصوص عشان ربنا عايزنا نروح نقعد هناك. ها إيه رأيك يا أبونا؟ لتكن مشيئة الرب. أنا برضو حاسس إن دي دعوة من إلهنا. ساويروس هيجي وهيشيل الشوك ده من أرضك. ساويروس هيجي ويرجع لك الفرح وهيهزم أعدائك. وطوبك هيرجع أبيض زي ما كان ساويروس هيرجع. هيمسح دموعك وهيبني لك أبراج حصين. واشكر الرب القدير اللي جابك النهاردة هنا الدير عشان يأكد لي الرؤية. لكن ده حمل تقيل وانا مقدرش عليه يا ابي رومانوس. هتقدر يا ساويرس بنعمة رب المجد، وجهادك هيكون نار يحرق كل اللي يقرب من طبيعة الاله الواحد. نار جهادك هو اللي هينور مصباح الايمان الارثوذكسي اللي عاوز يطفيه الخلق الدنيين. ما تفكرش كتير يا ساويروس، من النهاردة لازم تلبي الندى. ابتدي من هنا من الدير، حصن كل اخواتك الرهبان، حصن كل اللي حواليك، حصن الكل.
قبل الطوفان ما يجي، لأن الطوفان قرب قوي. إيمان كنيسة أنطاكيا الأرثوذكسي قايم على طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة من اتحاد لاهوته بناسوته، والطبيعة البشرية اللي اتخذها ابن الله الكلمة ما كانش ليها وجود سابق مستقل قبل لحظة اتحاد لاهوت الله الكلمة بناسوته في نفس اللحظة اللي اتجسد فيها في بطن العذراء مريم بفعل الروح القدس. والاتحاد ده تم بغير اختلاط او امتزاج او تغيير، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة من طبيعتين من بعد الاتحاد. فكلمة الله المتجسد مساوي لله الآب في الجوهر من حيث لاهوته، ومساوي لنا أيضا في الجوهر من حيث ناسوته بدون خطية. واتحاد الطبيعتين هو اتحاد سري وحقيقي، وعظمته إنه فائق للوصف والإدراك. وللسبب ده حرم مجمع أفسس نسطور بسبب تعليمه اللي كانت بتنادي بانفصال الطبيعتين. وقفت كنيستنا الأرثوذكسية بقيادة العظيم في البطاركة البابا كيرولوس عمود الدين بطريرك اسكندرية، ورفضت تقسيم رب المجد يسوع المسيح لكيانين يستقل كل كيان فيهم عن التاني. وفضلت كنيستنا الأرثوذكسية تنادي من مجمع أفسس والحد النهاردة بأن الاتحاد الأقنومي هو أننا نؤمن بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، طبيعة واحدة من طبيعتين، الطبيعة اللاهوتية متحدة مع الطبيعة الناسوتية. واحتفظت الطبيعة اللاهوتية بخصائصها كاملة زي ما احتفظت الطبيعة البشرية بخصائصها كاملة، من غير اختلاط أو امتزاج أو تغيير أو تشويش. وحد الطبيعتين في شخص النبيل المبارك، شخص واحد هو الكلمة اللوغوس رب المجد يسوع المسيح. إلى ساويروس راهب دير رومانوس بأنطاكيا. سمعت هنا في القسطنطينية أنك تجدف على تعاليم مجمع خلقدونية، وبصفتي مدافعا عن الإيمان الخلقدوني فأحذرك أن ترجع عن ضلالك حتى لا تهلك وتهلك من حولك. ولقد كتبت لك هذا وأنا أكبر منك سنا في سلام الرب. آمين. خادم الرب يوليانوس. إلى الحبيب يوليانوس، رغم رسالتك التهديدية لي فإنني سأرد عليك بسلام محبتنا المسيحية. مجمع خلق دنيا الذي تعترفون به روج لأفكار جعلت مسيحيتنا يسهل مهاجمتها ورفضها، والسبب هو الثغرات المبتدعة التي خرجت من مجمعكم. وأريد أن أوضح لمحبتكم أن أقنوم الابن حينما ولد من الآب منذ الأزل، أي قبل كل الدهور، فإنه لم يولد بجوهر مختلف عن جوهر الآب، بل إنه قد ولد من أقنوم الآب أزليا بغير انفصال وبنفس الجوهر الذي للآب، أي جوهر واحد لكل من الآب والابن. فعندما تم الاتحاد نقول إن الابن تجسد
وعندما صار إنسانا نقول إنه تأنس، فتجسد تعني اتخذ جسدا، وتأنس تعني صار إنسانا. وبالرجوع لتعاليم نسطور المهرطق، فإنه رفض الاتحاد ما بين اللاهوت والناسوت، وأفهمكم بأن اللاهوت يتصل بالروح الإنسانية كوسيط، وهذا ولا شك قمة الهرطقة. فارجع للإيمان السليم أنت وكل من حولك حتى يرضى عنكم رب المجد. خادم يسوع المسيح الإله الواحد ساويروس. هي وصلت لكده؟ حتى تراهب أنطاكي لا راح ولا جه، حينصب نفسه حامل إيمانهم المزعوم. خطأ مش عنده، عند الفقيه اللي ما عرفش يرد عليه. مين اللي قال كده جناب الأسقف؟ أنا كان قصدي أوضح لجنابك أصحاب البدع وصل ضلالهم لحد فين. كذاب كذاب يا يوليانوس، أنت أول ما قريت الرسالة بتاعتهم اتهزيت. خدعك كلامهم المنمق وأسلوبهم البراق. جنابك يا جناب الأسقف بتشك في قدراتي؟ طب أنا هبعت لهم رسالة لغاية أنطاكيا تهز أنطاكيا من أساسها، وأخلي ساويروس ده يجي يركع تحت رجليك نادم على ضلاله. أمثال دول خلاص الرسائل ما عادتش تنفع معاهم. أنا فهمت جنابك يا جناب الأسقف، أنت عاوز تبعت خادمك الأمين يوليانوس أنا لغاية عندهم في أنطاكيا. لا طبعا، أنت بالذات بعد رسائلك ليهم خلاص ما كنتش تصلح للمهمة دي، لأننا حنحسسهم إن معتقدهم ليه قيمة وكلامهم هزنا. إحنا بقى لازم نهدهم من جواهم، لازم أنصارنا في أنطاكيا ينتشروا في كل مكان، يتحركوا، ينزلوا، ينزلوا وسط رهبان الأديرة، في الشوارع، في الحواري، في الأزقة، في البيوت، لو حكم الأمر يفتحوا بيوتهم ويدخلوا عليهم. لازم البناء الحصين اللي بيدافعوا عنه لازم يتعدي من أساسه، من أساسه. المعتقد الخلقدوني في أنطاكيا بيزيد كل يوم عن اللي قبله، وجهادك في الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي أنت والأنبا فيليكسيروس أسقف مابوغ عادش كافي قصاد الأعداد الكبيرة اللي بتزيد كل يوم. واللي بيساعد على كده للأسف فيليفيانوس بطريرك أنطاكيا اللي أظهر وجهه القبيح بتأييده لتعليم خلقدونيا بمجرد جلوسه على كرسي أنطاكيا. لو تسمح لي يا أبي عندي خاطر. قول قول يا ساويروس. معروف ان الامبراطور أناستاسيوس بار وغير خلقدوني ومؤيد بشدة لطبيعة المسيح الوحدة، واكبر دليل على ايمانه هو اختلافه مع مقدونيوس اسقف القسطنطينية واحد اهم زعماء الخلقدونيين. ايوه بس الامبراطور أناستاسيوس مشغول في حروبه مع الفرس، وحروب الخلقدونيين ضد الايمان السليم ما تقلش أهمية أبداً عن الحروب ضد الفرس، والإمبراطور لازم يعرف كده. كلامك سليم يا ساويروس، خلاص اكتب رسالة الإمبراطور أناستاسيوس اشرح فيها اللي بيحصل في أنطاكيا بالتفصيل، وإله القوات يكون معك. أنا لما قريت رسالته استوقفني كلامه جدا، على قد ما شعرت بمدى الاستغاثة على قد ما حسيت بالقوة والتشبث بالإيمان. عشان كده أنا انتهزتها فرصة وطلبت رؤيتكم، منها عشان أتكلم معاك أسقف فلوكسينوس في أمور كتير شغلاني، ومنها كمان أعرف مين ساويروس ده.
ساويروس يا جناب الإمبراطور راهب من رهبان دير الأنبا رومانوس في أنطاكيا، لاهوتي ضليع قبل الرهبنة، درس الفلسفة والبيان وعلوم اللغة، وكمان درس المحاماة، وبيعتبر واحد من أهم المدافعين عن الإيمان الصحيح والعقيدة الأرثوذكسية المستقيمة في أنطاكيا كلها. كلامك مظبوط. أنا لاحظت في رسالته مدى اختياره لألفاظه، دقة وعناية وتعمق، بس اللي أحزني ما بين السطور التأكيد والتحذير من خطر تفشي المعتقد الخلقدوني في أنطاكيا، والأمر ده أصابني بالدهشة، لأنه على حد علمي من آخر رسائلك إنك توصلت لحل جذري مع بطريرك أنطاكيا. بالفعل يا جلالة الإمبراطور، في آخر رسالة بعتها لجلالتك قلت فيها إني قدرت أقنع البطريرك فيلافيانوس بطريرك أنطاكيا بالتوقيع على وثيقة يحرم فيها نسطور وأطاخي، ويؤكد فيها رفضه التام لتعاليم مجمع خلق دنيا وتوماس لاون. لكن للأسف يا جلالة الإمبراطور، بعد توقيعه على الوثيقة شعرت في كل تصرفاته باللامبالاة وعدم الحمية، خصوصا لما كان بيسمع شكواي عن ظهور أي مهرطق في أنطاكيا. واكتشفت يا مولاي إن توقيعه على الوثيقة كان لمجرد التهدئة، وإنه مازال ثابت على معتقد الخلق دوني، وإنه بيدافع عنه بكل استماتة. كلامك ده بيأكد الأخبار اللي بتوصلني، فيلافيانوس بطريرك أنطاكيا بيعمل كده برعاية وتعضيد رأس الحية مقدونيوس رئيس أسقفة القسطنطينية. الغريبة إن الراجل ده مش قادر يدرك إن مقره على بعده خطوات من قصري، يعني جيران، وكل ألاعيبه وحيله في السيطرة على كراسي الكنيسة بتوصلني أول بأول. مقدونيوس اللي تحت عينيا بيستخف بيه، عايز يوصل للكل إن المعتقد الخلقدوني عايش وحيكبر رغم أنف الإمبراطور. رغم أنف الإمبراطور، حتى أنت يا مقدونيوس، حتى أنت يا مقدونيوس. جلالتك بتفكر في ايه يا جناب الامبراطور؟ اسمع اسقف لوكسينوس، من النهارده الحرب مع مقدونيوس هتكون بنفس طريقته. تقصد ايه يا جلاله الامبراطور؟ هقولك. رسالتك حمست الامبراطور يا ساويروس يا ابني، بدليل بيستعجلك للسفر القسطنطينية. مالك يا ساويروس يا ابني؟ أنا كنت فاكر إن رسالة الإمبراطور هتفرحك. حاسس يا أبي إن سفري للقسطنطينية هيكون بداية لطريق كله أهوال أنا مش قدها. ما تقولش كده يا ساويروس يا ابني، أنت قدها بمسيحك، مسيحك اللي حيقويك لأنك بتدافع عن اسمه، عن كنيسته، عن حصنه. أطرد عدو الخير من أفكارك يا ساويروس، ما تخليهوش يسلبك إرادتك وعزيمتك. من النهاردة استعد، لأن اليوم اللي أعدك ليه رب المجد جه أوانه. السلام لكم جميعا. اتحاد الكنيسة الوحدة المترابطة
وسلام للإمبراطورية الرومانية كلها. والصراعات اللي مرت بها الكنيسة في الأيام اللي عدت ما بين المؤيدين والمعارضين لمجمع خلق دنيا أحزنتني. حسيت إن الصراعات دي بتزعزع القلعة الحصينة اللي أوصانا عليها رب المجد القدوس. عشان كده أنا جمعتكم النهاردة، ويشرفني وجودي في وسطيكم. في البداية أنا برحب بيكم وأحب أعرفكم ببعض. أسقف مقدونيوس كبير أسقفة القسطنطينية، الآباء كهنة كنيسة القسطنطينية، أسقف لوكسينوس أسقف مابوغ، الراهب ساويروس الأنطاكي اللاهوتي الضليع. في النهاية قبل ما أسيبكم تتحاوروا، أتمنى أن يكون حواركم ونقاشكم قائم على الحجة والدليل والبرهان. ولازم تعرفوا كلكم أن اجتماعكم النهاردة الغرض منه بس الاتفاق على رأي واحد، لأن مش هسمح بعد النهاردة بأي صراعات جديدة. اتفضل اتكلم أسقف مقدونيوس. في البداية اسمحوا لي بصفتي أسقف وخادم كنيسة القسطنطينية درة المدن وعاصمة الكرسي الإمبراطوري، اسمحوا لي أشكر جلالة الإمبراطور أناستاسيوس على اهتمامه بسلام الكنيسة. وبوعدك يا جلالة الإمبراطور إن اجتماعنا النهاردة حينتهي على رأي واحد، حينتهي على رأي واحد يا جلالة الإمبراطور، لثقة الكاملة في تعاليم مجمع خلق دنيا. وزي ما جلالة الإمبراطور طلب أن الآباء الموقرين بالحجة والبراهين حيكونوا مقتنعين، أرجو من الأسقف مقدونيوس ما يسبقش الأحداث، وأرجوك تبعد في أسلوبك من البداية عن الترهيب والترغيب. اتفضل اتكلم أسقف مقدونيوس. انتوا في صلوات كنيستكم وبالتحديد في الثلاث تقديسات بتقولوا قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا والذي صلب عنا ارحمنا. تناقض، منتهى التناقض. إزاي الله الكلمة الحية الذي لا يموت يولد من إنسانة مخلوقة زي العذراء؟ إزاي؟ هل الخالق يولد من مخلوق ويتألم ويهان ويصلب كمان؟ طب إزاي؟ إزاي؟ وكمان انتوا بتقولوا قدوس الحي الذي لا يموت والذي قام من الأموات ارحمنا. هو كان مات عشان يقوم من الأموات؟ هل اللاهوت يولد؟ هل اللاهوت يتعذب ويتألم؟ هل اللاهوت يموت؟ كلامك يا جناب الأسقف مقدونيوس زي كلام نسطور بالظبط، نسطور اللي اتحرم في مجمع أفسس، مفهوم باطل. نسطور وضع نفسه في مأزق خطير لما رفض تعاليم البابا كيرلس عمود الدين، رفضها لأنه لا فهمها ولا استوعبها. لكن لو رجعنا بالتاريخ واستدعينا تعاليم البابا كيرلس هنلاقي الإجابة على سؤالك. يا ريت الأسقف فليكسينوس يخلينا في الحاضر وننسى التاريخ. أنا برفض كلامك وبرفض رأيك يا جناب الأسقف بأننا ننسى التاريخ ونخلينا في الحاضر، لأن حاضرنا واجتماعنا ده
في يوم من الأيام هيكون تاريخ. الولادة والتألم والصلب والموت كلها حصلت في الطبيعة الناسوتية اللي أخدها رب المجد يسوع المسيح من والدته السيدة العذراء، وما تمتش إطلاقاً في الطبيعة اللاهوتية. وده معناه إن رب المجد ولد من العذراء بالجسد فقط، ولد ناسوتياً ولم يولد منها لاهوتياً، تألم وصلب ومات بالجسد فقط ناسوتيا، ولم يتألم ولم يصلب ولم يمت لاهوتيا، وأخيرا قام من بين الأموات منتصرا بقوة لاهوته. وإحنا لما بنقول في صلاة الثلاث تقديسات الذي ولد من العذراء والذي صلب والذي قام من الأموات، بنقول قبلها قدوس الحي الذي لا يموت، لأنه إن كان الله الكلمة قد مات بالجسد فهو بلاهوته ما ماتش. لا 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 لا، اللي بتقوله ده يا حضرة الراهب ملوش إلا معنى واحد، إن لو الروح الإنسانية فارقت الجسد الإنساني يبقى بالتبعية نفس الروح فارقت لاهوته. يسامحني جناب الأسقف لو قلت له إنه تفسيره غير صحيح، لأن لو كانت الروح الإنسانية لله الكلمة فرقت جسده الإنساني بالموت، فروحه الإنسانية لم تفارق لاهوته مطلقاً، لأن اللاهوت متحد بالجسد الإنساني والروح الإنسانية. والدليل على كلامي إننا لو تأملنا حادثة الموت هنلاقي صحيح الجسد انفصل عن الروح الإنسانية، لكنه منفصلش أبداً عن اللاهوت، والروح الإنسانية فرقت جسده الإنساني لكنها ما فرقتش اللاهوت وفضلت متحدة به. وده معناه إن الموت هو انفصال الجسد الإنساني عن الروح الإنسانية، مش انفصال اللاهوت عن الناسوت. ولو جناب الأسقف كان تعب نفسه ودور ورجع للإصحاح الأول آية 17 و18 لرؤيا يوحنا اللاهوتي، كان هيلاقي إجابة سؤاله من فم رب المجد إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لما قال لتلميذه يوحنا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. الآية دي ما تنفيش إن العلاقة بين اللاهوت والناسوت هي اتصال مش اتحاد. اعتراضات جناب الأسقف لحد دلوقتي مش مدعمة بأي أدلة، ومع ذلك تعال نفسر الآية ونشوف بتقول إيه. رب المجد بيقول عن نفسه في الآية: أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. والضمير أنا في الآية بيدل على إيه؟ بيدل يا جناب الأسقف على اتحاد حقيقي، مش مجرد اتصال زي ما جنابك كنت بتقول من شوية وزي ما نسطور كان بيعتقد. ده غير إن الضمير أنا بيدل على الطبيعة الواحدة، أنا هو الأول والآخر، وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين. فالاتحاد كان بين الطبيعتين في لحظة التجسد، الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية في شخص واحد هو أقنوم الكلمة، شخص واحد هو اللي بيقول أنا هو الأول والآخر، أنا كنت ميتاً، أنا حي إلى أبد الآبدين، اللي بيتكلم شخص واحد. ومن ناحية تانية احنا عارفين ان اللاهوت ما ماتش وما تسفكش دمه، لان الله حي لا يموت وملوش لحم ودم، لكن اللي مات هو الناسوت، واللي تسفك دمه برضه هو الناسوت،
ولأن اللاهوت متحد بالناسوت اتحاد تام فعلي، فالدم دم إلهي والموت موت إلهي والكفارة هي كمان كفارة إلهية. لا 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 لا، أنا بعترض يا جلالة الإمبراطور. الراهب ساويروس بيستخدم ألفاظ وتراكيب ومعاني يعجز العقل عن تفسيرها يا جلالة الإمبراطور. هو متصور إن بأسلوبه ده هيخلينا نتراجع؟ غريبة أسقف مقدونيوس، مع إن الراهب ساويروس واضح في شرحه للتعليم اللاهوتية، وكمان شرحه ده مدعم بالأدلة والبراهين، لكن ده ما يمنعش برضو ان الراهب ساويروس بنعمة ربنا اكيد عنده ادلة تانية ابسط للرد على الاسقف مقدونيوس. لو العقل عجز عن التفكير زي ما بتقول يا جناب الاسقف، فده معناه انه عاجز لانه رافض لمجرد الرفض مش لصعوبة الكلام اللي انا بقوله. وعموما لو جناب الأسقف عقله محتاج أسلوب أبسط من اللي أنا بتكلم بيه، فمفيش أفضل من إني أختم كلامي بقول بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 13 وعدد 8: يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. ورغم إن تفسير الآية دي بيأكد إن الاسم اللي تسمى بيه أقنوم الكلمة اللوغوس بعد التجسد هو يسوع المسيح، إلا إن الآية بتنسب له صفة الوجود الدائم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ودي طبعا صفة من صفات الألوهية. جناب الأسقف محتاج إثباتات تاني ولا كفاية كده؟ يا جناب الأسقف، جلالة الإمبراطور عملنا فخ وشكلنا كده هنقع فيه. بيتهيألك. اقعد. رد الأسقف مقدونيوس إيه على كلام الراهب ساويروس؟ الرد يا جلالة الإمبراطور إن الأمور أعقد من إنها تنتهي في جلسة واحدة. أفهم من كلامك ده إنك لسه مش مقتنع؟ أقتنع بإيه يا جلالة الإمبراطور؟ عايزني أسيب تعليم الأسقف الكبار اللي علموني في مجمع خلق الدنيا وأسمع كلام راهب؟ إلزم حدودك أسقف مقدونيوس. لازم تراعي إن الراهب ساويروس ضيفي وجي من أنطاكيا لحد هنا بناء على دعوتي لي، وده لإيماني القاطع بعلمه اللاهوت الضليع واللي أثبته بالدليل القاطع في حواره معاك. أنهي دليل قاطع يا جلالة الإمبراطور؟ أنا مش شايف في كلامه أي دليل قاطع. ولو جناب الإمبراطور اقتنع بكلامه فمش بالضرورة أنا كمان اقتنع. يظهر إن الأسقف مقدونيوس نسي إن ده إيماني، اتحاد اللاهوت والناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وألوهية رب المجد يسوع المسيح الكلمة المتجسد. نسي إن ده إيماني اللي عمري ما شكيت فيه لحظة واحدة. لكن المفاجأة الأهم اللي لازم يعرفها الأسقف مقدونيوس إن إيماني النهاردة بعد كلام الراهب ساويروس بقى أقوى، لأنه إيمان مدعم بالبراهين والأدلة القاطعة. على العموم كفاية كده مقدونيوس، الاجتماع بالنسبة لك انتهى. اتفضل. الظاهر انه مفيش فايدة، الحية هتفضل تتلوى تتلوى عشان تنشر سمومها، وتهرب كل ما تلاقي قدامها منبع النور والحق والحل وحصرتها.
وحصرتها في كل الأماكن. مش لازم الحية من بعد النهاردة تلاقي أي مكان تهرب فيه. قاوموا إبليس فيهرب منكم، قاوموه راسخين في الإيمان. من النهاردة التعاليم الأرثوذكسية لازم تنتشر في كل مكان في القسطنطينية. البدع والهرطقات مش لازم يبقى لها أي مكان. وأنا واثق إن الراهب ساويروس بقوة رب الجنود وبفمه المملوء نعمة هيقدر يسحب سموم الحية من العقول ويبدلها بالطهر والاستقامة. أصدرنا نحن الإمبراطور أناستاسيوس مرسوماً بعزل الأسقف المحروم مقدونيوس وكل أتباعه وكل من يتبع تعاليمه وينفوا جميعاً. أغابي يا أبي رومانوس، أغابي يا أبي، أغابي يا ابني. أبونا ساويروس وحشتني قوي يا أبي. وانت كمان، وانت كمان يا أبونا ساويروس. نشكر رب المجد على رجوعك بالسلامة. كل دي غيبة، 3 سنين في القسطنطينية غصب عني يا أبي. الظروف هناك كانت أقوى من رغبتي في الرجوع للحياة اللي عمري ما اشتهيت غيرها. عارف، عارف يا أبونا ساويروس، كل أخبارك في القسطنطينية كانت بتوصلني أول بأول، وخصوصاً انتصارك العظيم على المهرطق مقدونيوس وأعوانه. رب المجد هو اللي صنع النصرة يا أبي رومانوس، واللي زي مجرد أداة لمجد اسمه القدوس. مشتاق لكلامك قوي يا ابونا ساويروس، لكن هقول لك ايه، مش هطول عليك. اطلع دلوقتي ارتاح من السفر، وبكره نتكلم سوا. تصبح على خير يا ابي. اتفضل يا ابي. معناه ايه اما فلوكسينوس أن فليفيانوس بطريرك أنطاكيا معترض على تحريم مقدونيوس؟ رسالته دي ملهاش غير معنى واحد، أنه بيعلن بتحدي سافر أنه خلقدوني. للأسف يا جناب الإمبراطور، ظنك في محله. كلامك ده بيأكد تخوفك السابق أن صمت فليفيانوس بطريرك أنطاكيا عن كل اللي بيحصل من الخلقدونيين ملوش غير معنى واحد، إنه خلقدوني. عشان كده أنا استدعيتك النهاردة. أنا أصدرت مرسوم إمبراطوري أولاً بعزل البطريرك الخلقدوني فليفيانوس، ثانياً أوصينا في نفس المرسوم أسقفة وكهنة ورهبان وشعب أنطاكيا كله بتنصيبك بطريرك مكانه. أنا؟ أنا جلالة الإمبراطور؟ أيوة أنت أسقف فلوكسينوس. هان الأوان ترجع أنطاكيا وتشوف اليوم اللي انتظرته كتير بعد خلع الفكر الخلقدوني من جذوره. يا جلالة الإمبراطور، جلالتك عارف مدى حبي وتقديري ليك، وإني ما أقدرش أبداً أرفض لك أي طلب. لكن صدقني جلالتك، أنا أضعف من إني أتحمل المسؤولية دي. شعب أنطاكيا يا جلالة الإمبراطور محتاج لراعي يحميه من الذئاب، الذئاب اللي من النهاردة بتستعد عشان تنقض وتلتهم القطيع. وأنا يا جلالة الإمبراطور لا أصلح إني أكون الراعي ده. وصدقني جلالتك، ده مش تواضع مني أو هروب من المسؤولية.
ما هو رفضك ده أسقف لوكسينوس هيحطني في مأزق أكبر. مأزق؟ الراعي، الراعي اللي هيحمي أنطاكيا من الذئاب. الراعي ده يا ترى هيكون مين؟ أنا. أيوة أنت يا بونا ساويروس، أسقفة ورهبان وشعب أنطاكيا كلهم اختاروك أنت، والإمبراطور أنستاسيوس نفسه أيد الاختيار ده وكان سعيد وفرحان للغاية. جلالة الإمبراطور وكل اللي اختاروني ما يعرفوش غير الظاهر. أكون مين أنا عشان أقعد على كرسي العظيم أغناطيوس؟ ومين كان داوود اللي حارب جلياط وانتصر عليه؟ بس يا عم فيلوكسينوس، أنا ما أقدرش أعيش بعيد عن حياة الرحمن اللي اخترتها في أحضان رب المجد. أرجوك يا أمير ومنوس، قول للأباء، أرجوك يا أمير. أرجوك أنت يا بونا ساويروس، وافق، وافق عشان رب المجد والدينونة العظيم ما يدينكش، لأنك سبت النفوس اللي اشتراها بدم الطاهر الكريم. هذا اليوم الذي فيه مسحني الروح القدس أنا الصغير بمسحة الرئاسة، وسلمني الكنيسة وعهد إلي بها كعروس مقدسة خالية من الشوائب مزينة بأرثوذكسية الإيمان وطهارة السلوك. هل حقا أستطيع أنا الضعيف أن أكون عريسا لها؟ رسالة إلى الموعوظين. إن العقل يلد الكلام بدون ألم، ليس كما تفعل الأجساد، لأن الكلمة تعني الحركة العقلية التي يشكلها العقل غير المنظور. لذلك بولس الرسول في رسالته لأهل كولوسي يدعو لابن صورة الله غير المنظور. إذن فعندما تسمع لفظة الابن افهم أنه مساو للآب في الجوهر. أغاب يا سيدنا. أغاب يا ابونا يوحنا، اتفضل. ايه ده يا ابونا يوحنا؟ ده الغدا يا سيدنا. هو صحيح الوقت اتأخر، بس قداستك اللي طلبت كده. أنا مش بتكلم على الوقت يا ابونا، إيه الأكل ده كله؟ الظاهر إن الطباخين لسه معرفوش الأنواع ولا الكميات اللي قداستك عايزها. كميات إيه وأنواع إيه يا ابونا؟ وبعدين إيه لازمة إن يكون في البطريركية طباخين؟ إحنا هننسى إننا رهبان؟ شيل يا ابونا الاكل ده، ربنا يعوضك، وهات لي عيش وخضره. ومن النهارده الطباخين ما يعملوش اكل غير للضيوف وبس. حاضر حاضر، حللني يا سيدنا. اتفضل يا ابونا يوحنا. ارجوك يا ابونا خلينا قابل سيدنا، أرجوك يا أبونا. سيؤدوروس، سيدنا مش فاضي دلوقتي. بس أنا محتاجه، محتاج أخد بركته.
البرص مع الزبد، ما عدتش قادر اتحرك، حتى الكنيسة ما عدتش قادر ادخلها. ارجوك يا ابونا ارحم ضعفي. ما هو يا ابونا مش عارف اقول لسيدنا. سلام يا ابونا ثيودوروس. سلام يا سيدنا. يا سيدنا ابونا عنده برص، والبرص مرض معدي. يا سيدنا يا سيدنا. عارف ليه البرص اتملك من جسمك يا ابونا ثيودوروس؟ عشان اللي خلطتهم هم اللي عدوك. تقصد مين يا سيدنا؟ المهرطقين، اولاد نسطور. اختلاطك بيهم بعدك من غير ما تشعر عن نعمة القدير. يعلم الله يا سيدنا، انا عمري ما كنت مؤمن بهرطقتهم. عارف، بس اختلاطك بيهم بيقرب المسافة ما بين ابن النور وابناء الظلمة. والخوف بقى يا ابونا ان نورك يختفي وسط ظلمتهم. معلمنا داود النبي بيقول: اما زيت الخاطئ فلا يدهن رأسي. سامحني وحللني يا سيدنا. الله يحلك يا ابونا. طب قداستك يعني مش هتصليلي ان ربنا يفك الكرب ده عني؟ توبتك الصدقة هي اللي هتحنن قلب رب المجد ويفك عنك الكرب. لو توبتك من قلبك روح اغتسل في البحيرة اللي جنب البطريركية، وربنا هو فاحص القلوب. حاضر حاضر. سامحني يا رب يسوع، سامحني على خطيئتي بشفاعة حبيبك الأنبا ساويروس. اشفيني يا رب، اشفيني يا رب، اشفيني يا رب. هو أنا شفيت يا ابونا، هو أنا شفيت. أيوة يا ابونا، الحمد لله على سلامتك. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب يا يسوع، أشكرك يا أبا ساويروس يا قديس المسيح، أشكرك يا تاج الطاقم. الأساقفة والآباء الموقرون، نحن على مدار جلساتنا المتواصلة في هذا المجمع نكون قد توصلنا إلى الرفض القاطع لكل قرارات مجمع خلق دنيا وما تبعه من مجامع تؤيده، الرفض التام لتعاليم الهراطقة نسطور وأطاخي وثيئودور، ونرفض أيضا معه توماس لاون. وفي النهاية فإنني بنعمة رب المجد أثق في تحمل كل منكم لمسؤوليته كراعٍ في الدفاع عن إيماننا الأرثوذكسي المستقيم إلى النفس الأخير. بيوتنا اتخربت يا سيدنا، زرعنا كل مهات يا سيدنا، زرعنا كل مهات. مفيش ولا نقطة مية، ابني هيموت من الجفاف يا سيدنا. صلي يا سيدنا عشان ربنا يرفع الغضب عنا. صلي يا سيدنا صلي. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، رب الفضائل الرحوم، يا من تعرف ما نحتاج إليه دون أن نطلبه،
تتراءف يا رب على شعبك. اقبل سؤالنا ليك رغم خطايانا وشرورنا، ولتجعل يا رب ماءك غسولا لقلوبنا وعقولنا. اروي يا رب أرض أنطاكيا البائسة بمطرك المقدس، فإنه ليس لنا معين من شدائدنا وضيقاتنا سواك. ده تهديد صريح يا سيدنا. للأسف يا أمبافيلوكسينوس، الإمبراطور يوستينوس عايز يثبت في بداية حكمه أنه أسد وأن الكل لازم يخضع لزئيره. بس اللي أنا مستغرب له يا سيدنا أن الإمبراطور يوستينوس بيدافع عن المعتقد الخلقي دوني، مع أنه كان واحد من كبار قادة الإمبراطور المتنيح أناستاسيوس اللي عاش لآخر لحظة في عمره بار بالأرثوذكسية المستقيمة. الذئب أحياناً ممكن يعيش وسط الحملان على إنه حمل زيهم لحد ما تيجي اللحظة المناسبة وتظهر أغراضه الدنيئة. اللي بيحصل ده ما يطمنش أبداً يا سيدنا، لأن الإمبراطور بقى شايف إن أنطاكيا بالنسبة له هي الخطر الوحيد، لأن اسكندرية اللي هي الخطر التاني مشغولين بتنصيب بطرك جديد بدل المتنيح الأنبا يؤنس التاني. لو الإمبراطور بيفكر كده يبقى واهم، لأنه من أيام وصلتني رسالة من بطريرك الإسكندرية الجديد البابا ديوسقوروس الثاني، رسالة مليانة محبة وتأكيد على اتحاد كنيسة اسكندرية مع كنيسة أنطاكيا في مواصلة الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي المستقيم. عظيم عظيم يا سيدنا. قداستك قررت تعمل إيه مع الإمبراطور يوستينوس؟ هبعت للإمبراطور رسالة أشرح له فيها بنعمة ربنا التعاليم الأرثوذكسية باستفاضة، يمكن يكون ضلاله ده سبب عدم الفهم. تطاول وعنيد بقى انت يا ساويروس، عايز الامبراطور يراجع نفسه؟ متخيل ان جلالتك ممكن تكون في ضعف الامبراطور أناستاسيوس اللي للأسف مات على ضلاله بسبب تعاليم ساويروس المخادعة وألعاب الأسقف فلوكسينوس. نحمد الله القدير إن جه اليوم اللي جلس فيه على الكرسي الإمبراطوري إمبراطور مؤمن أعاد لتعاليم مجمع خلق دنيا الشريفة مكانتها التي تستحقها. إحنا واثقين يا جلالة الإمبراطور أن غيرتكم على التعاليم المقدسة لن تسمح لأمثال ساويروس من النهاردة إنه ينصب نفسه تاني وصي على العقيدة. على اعتبار ان ساويروس كبير معلم اللاهوت في المعمور وعلينا ان نطيع ونقول امين. لا، من الواضح ان المتحذلق ده ما يعرفش لسه مين هو الامبراطور يوستينوس. روفوس، امر جلاله الامبراطور. تروح بنفسك أنطاكيا وتاخد معاك افضل جنودك وتجيب لي ساويروس وفيلوكسينوس، ولو حسيت باي مقاومه منهم او رفض ما تترددش انك تستعمل العنف معهم لغايه لما تجيبهم منهم. اوامر مولاي. ايه
سيدنا يا سيدنا. في ايه يا ابائي؟ جنود الامبراطور جايين بالقرب من هنا يا سيدنا. الامبراطور بعتهم عشان ياخدوا قداستك وياخدوني. لازم تسيب انطاكيا حالا يا سيدنا. اسيب امانتي واقول لرب المجد ايه يا ابا فيلوكسينوس؟ اقول له انا سبت امانتك وهربت؟ يا سيدنا الامبراطور لو شافك هنا هيقتلني يا ابونا يوحنا. الاستشهاد على اسم المسيح هو اعظم الامنيات. وهو ده اللي عاوزه الامبراطور يا سيدنا، عشان فساد المهرطقين يسود ومحدش يقدر يوقفهم. يا سيدنا ارجوك، وجودك على قيد الحياة هو بصيص الأمل الوحيد اللي فاضل لإنقاذ الكنيسة وشعبها من اللي هيحصل. يلا سيدنا أرجوك يلا. يلا سيدنا يلا. مش هعترف ابدا بمجمع خلق دنيا، ابدا مش هعترف بمجمع خلق دنيا. بقى كده يبقى انت اللي اخترت. عارف جسمك ده مش هخلي فيه. اولادي في المسيح، انتم اعمدة وسند مدينة الرب، فإياكم أن تهتزوا مهما حدث. لا تنخدعوا من اختلاف الأسماء. ذهب يوستينوس وجاء يوستينيانوس، وكلاهما مضل ومهرطق، لذا اصمدوا ولا تتوالوا. حافظوا على إيمان كنيستكم وعقيدتها المستقيمة. إياكم أن تقبلوا تعاليم الهراطقة نسطور وأطاخ وثئودور وتوماس لاون، وتذكروا دائما أن اللاهوت والناسوت لم يفترقا لحظة واحدة ولا طرفة عين، فالله الكلمة اللوغوس تجسد، لأنه مكتوب: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. والله الكلمة اللوغوس تأنس، لأنه مكتوب: وإذ وجد في الهيئة كإنسان. من أرض مصر المباركة، ساويروس خادم كنيسة أنطاكيا. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس بالموت، واجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك السمائية غير الميتة، بالمسيح يسوع رب آنا. اعملوا بعد قم بعدا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب.
الذبيحة اختفت يا أبائي من على المذبح. مش عارف هل ده بسبب خطيتي ولا بسبب خطية حد فيكم. اللي حصل ده يا أبي لا بسبب خطيتك ولا خطية أي حد موجود في الكنيسة. أمال الذبيحة اختفت ليه؟ لأن رتبتك الكهنوتية ما تسمحلكش إنك ترفع الذبيحة في وجود بطرك. بطرك؟ أنا مش شايف. سلام يا أبي. سلام ونعمة يا أبي. حللي يا أبي. قدسك غريب عن الدير وسامحني، يعني أنا أول مرة أشوفك. وأبي الراهب في المذبح قال لي إن فيه في وسطينا بطرك. يا ترى البطرك ده هو قداستك؟ أيوة يا أبي، أنا ساويروس خادم كنيسة أنطاكيا. اسمح لي جلالة الإمبراطور بطلب. تفضلي يا جلالة الإمبراطورة، طلباتك مجابة. أعتبره ده وعد؟ مادام قلتي كده يبقى لازم أعرف إيه هو الطلب الأول. ممكن جلالة الإمبراطور يسمح للأنبا ساويروس بطريرك أنطاكيا على حضور جلسات المجمع اللي هيعقد هنا في القسطنطينية؟ بيضحك على إيه جلالة الإمبراطور؟ لأن طلب الإمبراطورة من أوله كله مغالطات. بطريرك أنطاكيا اللي قاعد على الكرسي هناك ما اسمهوش ساويروس، اسمه أفرايم، وبناء عليه يبقى ساويروس ملوش أي صفة لحضور جلسات المجمع. بس جلالة الإمبراطور عارف كويس جداً إن شعب كنيسة أنطاكيا ما اعترفش بأي بطريرك قاعد على الكرسي من بعد الأنبا ساويروس، ولحد النهاردة هو في نظرهم البطريرك الشرعي. أنا ما يهمنيش رأي الشعب يا فيدورا، مصلحة الكنيسة أنا أدرى بيها من الشعب. وليه يا جلالة الإمبراطور تخلق عداوة بينك وبين شعبك في حين إن هو من الممكن ومن السهل جدا تستميل عواطف شعبك بقرار صغير؟ قصدك إيه؟ قصدي إن مولاي هيكون الرابح الأكبر لو دعا الأنبا ساويروس لجلسات المجمع. ساعتها بس الشعب هيدرك ان الامبراطور رغم انه مؤمن بتعليم مجمع خلق دنيا لكن صدره رحب، ما بيحجرش على الاراء، والظلم ملوش مكان في امبراطوريته، والفيصل الحجه والبرهان. كلامك عاجبني يا تيزورا، بس في ثغره صغيره. صعب ان ندعو ساويروس لجلسات المجمع مباشره، لكن ممكن أستدعيه وأوعده أنه لو حكم عقله ورجع عن آراء المخالفة هرجعه الكرسي معزز مكرم، وساعتها بحضوره المجمع هبقى ضربت عصافير كتير قوي بحجر واحد. اتفضل يا سيدي. ايه ده يا معلم دوروتاوس؟ دي عصاية عملتها مخصوص لقداستك، لازم الإمبراطور يشوفك يا سيدنا في أبهى صورة، لازم يعرف إن أنطاكيا ما فيهاش غير بطرك واحد بس، البابا الأنبا ساويروس.
أنا متشكر جدا يا معلم دروتاوس على محبتك الكبيرة. أنا اللي متشكر يا سيدنا على البركة والنور اللي مليت بيهم بيتي وسخة كلها. ما تقولش كده، سخة منورة بمحبتك ومحبة كل أهلها. بس اوعى تنسى وعدك ليه يا سيدنا، انت وعدتني لو رب المجد سمح وجيت مصر تاني هتيجي تقعد عندي بإذن ربنا يا معلم دروتاوس. ياه، سنين طويلة وأنا نفسي أشوف البطريرك ساويروس اللي ياما سمعنا عنه. لكل شيء تحت السماء وقت يا جلالة الإمبراطور. صدقت، وأظن إن الوقت المناسب جه عشان جناب البطريرك العظيم يرتاح بقى بعد تعب السنين اللي عدت. راحتي الوحيدة يا جلالة الإمبراطور لما ترجع الأمانة المستقيمة. الأمانة المستقيمة؟ أيوة، أمانة مجمع نقيا ومجمع أفاسوس اللي حفظها الأباطرة المؤمنين قسطنطين وزينون وأنستاسيوس. أنستاسيوس الإمبراطور العجوز اللي خدعته زمان ومات بسببك كافر ومهرطق، جاي النهارده تخدعني زي ما خدعته؟ الظاهر جناب البطريرك ما يعرفش مين الإمبراطور يوستينيانوس. اللي أعرفه إن زي ما سم الحياة بيبقى مخفي في رؤوسها، كمان مجمع خلق دنيا مدخر فيه كل التجاديف. اسمع، اوعى تفتكر بلغت الشيطان دي هتخيل عليا. مراوغتك معايا نهايتها طريق واحد بس، الاعتراف بمجمع خلق دنيا المقدس. للأسف جلالتك اخترت الطريق اللي اختاره فرعون، كانت نهايته الهلاك في قاع البحر. هلاك؟ الهلاك ده اللي انت هتشوفه. مكتليانوس. مولاي. خد جناب البطريرك وارميه في السجن وامنعه عنه الاكل والشرب. اوامر مولاي. سامحني، سامحني يا قداسة البابا، انا السبب في كل اللي حصل لك. لا يا جلالة الامبراطورة، مش انت السبب. أنا عارف إن غرضك كان للخير. السبب هو إبليس اللعين اللي بيحارب الكنيسة بكل قوته. المهم دلوقتي إن قداستك لازم تتحرك وحالا. أتحرك على فين؟ المكان اللي تطلبه قداستك، في سفينة مستنياك عند البحر، ومرقص خادمي الأمين هيوصلك لحد السفينة من طريق آمن. أنا مش ممكن أهرب يا جلالة الإمبراطورة. ما أحلى الاستشهاد فدية عن الإيمان المستقيم. ومن قال يا قداسة البابا إن يوستينيانوس هينولك غرضك النبيل؟ أنا عارفة يوستينيانوس كويس. يوستينيانوس هيفضل يعذبك ويهينك علشان يرهب ضعاف النفوس وتزيد الخراف الضالة. أرجوك أرجوك ما تسمحش للوحوش تفتك بالرعية. أرجوك أرجوك اتحرك بسرعة، ما فيش وقت. أبنائي في المسيح، إياكم أن تشربوا من عين غريبة. احذروا أن تحيدوا عن كلمات الإنجيل وعن قوانين الآباء القديسين. لا تنسوا كما أن سم الحياة مخفي في رؤوسها، هكذا مجمع خلق دنيا مدخر فيه كل التجاديف. وعن قريب
تلحقون بي يا أولادي الأحباء ونتحد سويا معا في المسيح يسوع ونفرح إلى الأبد. ساويروس خادم كنيسة أنطاكيا.